يوسف باش يعتزل وهبي الخزري باش يعتزل الامور المنتخب الوطني، شنو رايك؟ هو قرارهم اول شيء نوفل، هو قرارهم قرارهم اي ما هو اهم شيء قرارهم. يعني مش باش نقرقوا بهم، يعني كي واحد يقول لك ما عادش نعتزل لا اعتزل. وهبي الخزري نحسوا ينجم يكون منبوز ملق نجم يكون تنبس. وهبي كان يستحق ربما يقدر خير شويه اي حسب ما اعتقد. لا كلام صحيح، كلام معقول ممكن ما نعرفش يعني الخلفيه نتاع القدر نتاعو هو، اما ناكد لك اللي هو مش هينزيد. هل صحيح انه فما الزعيم وهبي الخزري والزعيم يوسف المساكني زوز كومبلويت؟ لا الزعيم لا، اما زوز كلونيت اي تلقائيا. شنو تلقائيا يا ودي ما تحللش تلقائيا؟ نحكيو احنا بالفرنسي نقعدوا مع بعضنا بالعربي نحبوا المزود نقعدوا مع بعض معناها تلقائيا تلقائيا يعني مش العرب الكل مع بعضهم لا، اما تلقائيا تصير العلاقات. وهبي ويوسف اصحاب وما همش اعداء، مش اصحاب ام مش عادة، مش عادة معناها مش العلاقه اللي وتصير دائما راهو مش لازمك تعرف سي بريسك دي كونكورون في البوست وفي الفالور وفي اللي تحب انت، معناها مش اول مره تصير، تصير ديما حتى انت اي صارت برشا مرات. مع شكون كنت ماكش اصحاب وماكش اعداء؟ مع الكنزاري بار اكزومبل، مير كنزاري كنا من اصحاب من ماناش اعداء، عرفت مثلا فما ناس اخرين اصحاب. بين وهبي الخزري وعلي معلول وفرجاني ساسي ويوسف المساكني الاربعه سمعنا باش يعتزلوا، شكون ماذا بيك ما يعتزلش المنتخب طبعا؟ شكون اللي يدخلهم زيدوا معانا تنجموا تعطيو؟ خزري معلول، خزري ومعلول زيدوا ينجموا يزيدوا بصراحه. بعد عام عندنا كوب دافريك ما نعرفش علاش من معناها ما نزيدوش نطمحوا باش ناخذوا كوب دافريك ولا باش نعملوا باركور باهي. اي ننطلقوا من ماتش فرنسا نجموا؟ نجموا بيان سور، اما كونديسيون كيما قلت لك ما كملتش الفكره راني نتاع الربح الكبير تاع تونس، كي سخيري يطلع في النيفو، كي الطالبي يطلع في النيفو، كي شريده يطلع في النيفو، هذوما راهم الادوات اللي مش تخلي عنا نوايو قوي. اي باش السيكل الجاي اللي هو لازمنا نوليو نخدموا بسيكل. اي السيكل هذا يكون فيه تارجت كوب دافريك كوب دي موند، كي معقول معناها بالنسبه لثقافتنا احنا تونس. الكوب دي موند تولي اسهل شوي، بتولي اسهل شوي فيها اكثر مارش نتاع تكاليفيكاسيون، مش ولي اللعيب كان مترشح بالنسبه لحنا تونس.